بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم مع بعض في الدرس ده عن تنصيب وفتح برنامج SQL Server 2017 طيب أولا هنتكلم ازاي ان انا اختار الاصدار اللي اعمل او اشتغل عليه طبعا احنا عندنا SQL Server من اول 2003 2005 بس دول ملناش دعوة بيهم لان دي اصدارات قديمة جدا عندنا الاصدار اللي احنا ممكن نشتغل عليه من اول 2008 وعندنا 2012 وعندنا 2014 و 2017 و 2016 طبعا اخر حاجه نزلت اللي هي 2017 اللي احنا هنشتغل عليه طبعا على اخر السنه دي هينزل اصدار جديد وكل سنه طبعا هينزل اصدار جديد فانا اشتغل على اي اصدار والله لو انا عندي اصلا قبل كده منصب على جهازي اي اصدار من اول 2008 لحد 2017 اقدر اشتغل عليه ما فيش اي مشكله طيب لو انا ما عنديش ولا اصدار دلوقتي طيب يفضل ان احنا نشتغل على 2017 عشان نبقى كلنا ماشيين مع بعض ولكن لو انا اشتغلت على اصدار زي ما احنا قلنا من 2008 ل 2016 هي هي نفس الاوامر نفس الواجهات مفيش اي اختلافات غير اختلافات بسيطه في التصميم مش هتفرق معانا احنا في حاجه في الاخر هيديني نفس النتيجه طيب دلوقتي هنحاول ان احنا ننزل برنامج 2017 بالنسبه للاخوه اللي هم ما عندهمش البرنامج او اول مره يتعاملوا بيه طيب هنفتح جوجل مع بعض هنكتب فيها نكتب كده انستول اس كيو سيرفر 2017 ان ويندوز مجرد ما اكتب كده هنا هلاقي اللينك ده اللي هو سيت اب باي سيت اب تمام مجرد ما افتحه هيفتح لي الصفحه دي انا عندي هنا بخش دي مقاله موجوده بشرح ازاي بالصور ان انا انصب البرنامج فطبعا هنا بيقولك الاول ده اللينك اللي هو بتاع تحميل البرنامج فأخش عليه هو بيقول لما تخش على اللينك هتحمل اللي هو الديفلوبر اديشن اللي هو اصدار المطورين تمام اهو هنعمل زي بالظبط اللي في الصور دي بعد ما ينزل معايا هو انا طبعا آآ يعني بيشرح الفروق بينهم والاكسبريس بيعمل ايه والاديشن بس احنا خلينا في الديفولبر اديشن طبعا اول ما الملف ينزل هفتحه يبقى عندي بالشكل ده هختار كاستوم بعد كده بيقول لي المكان اللي انت عاوز تنصب فيه البرنامج فانا طبعا هسيب المكان على الديفولت في السي عندي بعد كده تمام هيبدا يعمل داونلودنج للملفات اللي هو محتاجها تبقى حوالي 1500 ميجا او جيجا ونص بعد كده والله لما يخلص هيفتح لي الواجهه دي فعن طريق الواجهه دي هبدا ان انا انصب السيرفر بتاعي او بمعنى اصح هختار هاجي من هنا هختار انستوليشن تمام لما اخترتها اهي هختار بقى ان انا ادوس على دي اللي هو انا انا بسطب السيرفر بتاعي بعد كده بيقول لك لو انت معاك البرودكت كي دخله لو معاكش البرودكت كي اشتغل على الفري اديشن برضه هتأدي نفس الغرض وهدوس على نيكست هنا طبعا بيقول لك وافق على الشروط بتاعتنا بعد كده كمان نكست بعد كده كمان نكست بعد كده هنا في الشاشه دي بيقول لي حدد لي الحاجات اللي انت عاوزها تنزل طبعا وهنا هنا مختار كل حاجه بس احنا آه هنختار عندنا داتابيز انجن وهنختار اس كيو ال سيرفر واحده دي تمام دول بس السيرفر آه ومشغل قاعده البيانات اللي احنا محتاجينه الحاجات الباقيه دي كلها بايثون والكلام ده كله مش هنحتاجه بس اللي عاوز يسطب كله مفيش فيش مشكله سطبه طبعا هو هنا بقيه ال... بقيه القايمه زي ما احنا قلنا هنا الحته دي مهمه جدا 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 بيقول لك انت عاوز ديفولت انستنس او نيمد انستنس طيب احنا نخليها على الديفولت وبعد كده هنفهم يعني ايه بس المهم نختار ديفولت وبرده هنا هنختار دي هنختار اللي فوق دي تمام بعد كده هنكمل عمليه التنصيب بتاعنا هنا بيقول لي انت عاوز الاوثنتيكيشن مود اللي هو طريقه الدخول ويندوز اوثنتيكيشن مود ولا ميكسد مود فاحنا عادي ممكن كبدايه نخليها ويندوز اوثنتيكيشن مود بس بعد كده هنفهم الكلام ده كله بالتفصيل يعني ايه طبعا برضو هنا نيكست وهنا لما يجي لي الشاشه دي تمام هعلم صح هنا وهنا وهنا عشان في حاله لما اجي اشغل الجهاز بتاعي على سيرفر او شبكه طبعا هكمل 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 هو هنا بيشرح كل حاجه بالتفصيل ممل بس انت غالبا يعني مش هتخش في ده كله تمام بس كده المفروض ان انا خلصت سطبت السيرفر عندي بعد كده اه عاوز انزل اسطب او انصب المانجمنت تول هلاقي عندي هنا احنا اول حاجه سطبنا اللي فوق دي او نصبنا اللي فوق تاني حاجه المانجمنت تول اللي هو البرنامج بقى احنا سطبت السيرفر اللي هو في الخلفيه طيب عاوز انصب البرنامج نفسه او الاداة اللي انا هشتغل بيها محرك او مشغل قاعدة البيانات فهدوس على دي تمام طبعا هو هنا برضو حاطط اللينك بتاعها تمام هتبقى برضو تقريبا نفس الكلام ان انا لما ادوس انستول هاجي في الاخر لما افتح قايمة قايمة ستارت عندي اكتب مجرد ما اكتب اس كيو هنا فلاقيها موجودة عندي بالشكل ده طبعا ده اصدار 2017 لو انت عندك اي اصدار تاني زي ما احنا قلنا مفيش مشكله تشتغل عليه كده البرنامج اتنصب عندي طيب هبدا بقى نفتح البرنامج دي الواجهه بتاعه تحميل البرنامج طيب نركز مع بعض في الحتة دي لأنها مهمة جدا أوي إن أنا عندي بيقول لي أنا دلوقتي عاوز أفتح البرنامج ده ده البرنامج عندي أو دي المانجمنت تول اللي أنا بدير بيها قاعدة البيانات هو هنا بيقول لي اس كيو ال سيرفر كونكت تو سيرفر احنا قلنا قبل كده السيرفر ده اللي هو إيه حاليا اللي هو الجهاز بتاعي الجهاز بتاعنا ده يسمى سيرفر اللي بيخزن عليه قاعدة البيانات فأنا بعمل كونكت على السيرفر ده هو سيرفر بس سيرفر لوكال آه أو سيرفر داخلي تمام هنا في حاجه مهمه جدا بيقول لي السيرفر نيم ايه هي دي بقى اللي هتعمل مشكله مع ناس كتير ركز عشان هتحصل مشاكل مع ناس كتير في الحته دي طيب اولا هنا بيقول لي آه طريقه اسم السيرفر بتاعك اللي هتخش فيه اسم السيرفر ده بمعنى صح اللي هو اسم الجهاز فانا والله لو لقيت دي فاضيه تمام هجي ادوس على النقطه دي هنا هيقولي لي براوز تمام هدوس على علامه الزائد دي هيجيب لي هنا اسم السيرفر بتاع ادوس اوكي كده جاب لي اسم السيرفر بتاعي اللي انا اقدر اتصل بيه الكلام ده كله ايه ده اسم الجهاز بتاعي طبعا اسم جهاز كل شخص هيختلف عن التاني طيب سلاش اس كيو طيب انا دلوقتي آه عندي آه في نقطه كده سريعه ان انا ممكن اشيل الكلام ده كله واحط مكانه دوت دوت دي كان كان انا بقول له هات لي اسم الجهاز فانا مجرد ما ادوس دوت سلاش اس كيو وادوس كونكت يبقى كده اشتغل طيب في ناس هتعمل نفس الحركه دي هتلاقي كده في ايرور طلع في وشهم الحل ايه الحل ان انا اعمل اغير طريقه الاتصال اكتب بين قوسين كلمه لوكال ممكن تشتغل عندك على حسب نوع السيرفر اللي عندك تمام طبعا هي هنا هتضرب في وش دلوقتي هتطلع ايرور مش هتشتغل ادي الرساله هنا بيقول انه مش قادر يشتغل عند الكونكت إيه على لوكال بس طبعا زي ما قلنا ممكن تشتغل عندك لو مشتغلتش عندك اكسبريس او الحل الاخير ان انا بدوس دوت بس كده واعمل كده بقول له هات الجهاز مباشر برضو هنا مش هتشتغل عندنا بس ممكن تشتغل عندك انت انا بقول كل الحلول المشكله عشان المشكله دي ممكن تواجه بعض الناس طيب انا زي ما قلنا اسلم حل ان انا ادوس على العلامه دي وادوس على براوز واسيبه هو يجيب لي الاتصال بتاعي تمام بعد كده ان شاء الله واحنا شغالين في المستقبل هنعرف بقى بعد كده ايه الفروقات بين انواع الاتصالات دي وهتفرق معايا ايه هي دلوقتي احنا مش حاسين بفرق بس هتفرق معايا في ايه لما المنتج النهائي يطلع فهنرجع على الاتصال الاساسي بتاعي انا كده فتحت البرنامج عندي وادي مثلا هنا الفولدر ده بتاع الداتابيس دي قواعد البيانات اللي المفروض هتبقى موجودة عندى